على التاريخ كذب، يعني يكتب بأقلام مزورة بأقلام المقتصرين أو كمان بأقلام المهزومين، يعني اثنيناتهم عم يساندوا بعض سواء المهزوم أو المنتصر، لأنه مستحيل يكون في منتصر وما في مهزوم، هو بحاجة لمهزوم حتى ينتصر، والمهزوم أيضا بحاجة إلى منتصر حتى ينتصر، أما في خط ثالث لا، هذا اثنيناتهم بيحاربوا. كما أنه اللون الرمادي مثلا، أنا بلبس بنطال لونه رمادي لسبب بسيط، أنه أنا أعتبره هو أكثر يعني رمز دلالي للحكمة. لماذا؟ لأن يعني صاحب الموقف الأبيض برأيه أنه أبيض، صاحب اللون الأسود بموقف الأسود هو صاحب لون أسود، يعني الأبيض بحاجة الأسود. ما في شيء حالة خط ثالث نسميه الطبقة البيضاء أو الحالة الرمادية، اثنيناتهم بيحاربوها، يعني اثنيناتهم بمفهوم هذا يسميه لون أذى يعني. فأنا أعتبر رجل يعني مزاجي ضمن هذا المزاج الرمادي، يعني لأنه أنا أعتبر الله عز وجل هو الحقيقة المطلقة فقط، يعني كل شيء نسبي، يعني خاضع للمداولة وللنقاش والاستفاضة بالنقاش، خاضع طبعا للتغليف والكذب والميديا والإعلام وصل الأدمغة، يعني هذا موجود يعني. بل حتى لو جيب 10 أشخاص دفعة واحدة مشان يحكوا بأي رأي ما، يعني سياسي ثقافي اجتماعي شو ما كان، حتسمع 10 آراء مختلفة، ربما تتفق مع بعضها ممكن تختلف في مواضيع أخرى. مجال اللوحة كذلك، مجال المسرح كذلك، الفن، السياسة، المجتمع، التاريخ، كل شيء. والجغرافيا أيضا كذبة كمان، يعني كل واحد تمام له في وقته وفي زمانه بيزرع حدود أو أمكنة بيعرفها بجهابذة من المفكرين، يعني حتى يعطوها نوع من الدستورية أو الشرعية مثلا. يحدث هذا دائما على مر الأزمان ومر الأمكنة، يعني بكل التاريخ البشري. يعني كمان احنا المشكلة مواقعنا استلبت، يعني أو المواقع التي نطمح إليها كمان استلبت منا، يعني بمعنى فيش بالعالم يعني ما أنه مزبوط، يعني كل ما تفكر فيه تدخل بحائط صد والعمر قصير والعمر تالف، الساعات والأشهر والسنوات يعني تظهر وتنتهي كغفلة عين، يعني لا بتلحق تسوي مشروعك، لا بتلحق تسوي مجتمع مصغر لك، يعني مجتمع العائلة مثلا أو بمجتمع كيف تقضي يعني واجبك أو رسالتك بهذا المدى القصير، يعني أو شو فهمت من الدنيا. أنا بصراحة ما فهمت شيء، يعني أنا كمان سكرت الموضوع أني ما بدي أفهم شيء، يعني لأنه أنا صار عندي يعني ما في رغبة بالأساس بالحوار ولا بالأمل ولا بالجدوى ولا بشيء، ليس لأنه نحن خاضعين في حرب يعني، لا،
الحروب متعددة يعني في حروب البطر أكثر من حروب الفقر. في ناس تنتحر لأنه عندها كآبة شديدة مثل بالسويد مثلا على معدلة الكآبة أو باليابان بلدان الرفاهية المطلقة. بل في أشخاص وافدين أجوا بين بند اسمه سياحة الحرب بدون يشوفوا دخنة بدون يشوفوا نار شغالة يعني لأن هناك عايشين في بطر نوع من السلام يعني. فالكائن البشري على مدار حياته يعني في بلد الذي ينتج الدولار ويطبعه عم يعيشين أزمات شديدة. بل أنا أتذكر لما كنت في باريس يعني كنت بشوف أشخاص وعددهم يعني بالمئات يعني بيقفوا أمام المدافع تبع تجيبي هدول مدافع مثل الأرصفة يعني لو عدم وجودهم بشوف. أنا أتصور كل يوم كيل في شي 200 وفاة متشرد في فرنسا يعني الأقمية الأنفاق تبع تجيبي القطارات اللي عم تعطي بخار من فوق هني عم يدفعوا عليها. كان عنده مشكلة بالديموغرافيا يعني أن هناك نساء يعني أصبحت لهم عقدة والمرأة لما يصير عندها عقدة يعني تبتعد عن إحساس الأمومة بدها تحب إثبات الذات تبعها وهذا يعني بيغير البيثولوجي تبعها. المساوئ عموما البشرية متعددة يعني مش خلصانين أو مش خلصانين نحنا بالحياة يعني. أنا إذا كنت فقير مش خلصان، إذا غني مش خلصان، إذا كنت غير مشهور مش خلصان، ومشهور مش خلصان يعني إشكالية هي موجودة دائما. بصراحة أنا ما عندي مشكلية يعني أنا بحب إنه أسمع على محمد عبد الوهاب هاني الودي عليه صار عبد الحي بشب كاسة سهرات مع القرفين أعيش يعني بدخل في نوم لأنه أنا النوم تبعي يعني أخرج من كوابيس الواقع والحياة المؤذية بدخل في حلم جميل. وأنا الحلم الجميل عندي قدرة يعني ذاتية وهي موهبة من الله عز وجل ربما أعطيت لي أو أعطيت الآخرين بس أنا شخصيا أعطيت لي يعني. هلا الآن على العلقم والمرارة على حلمات ذوقي مثلا أنا ما في حاجة أذهب إلى مول يعني بالمالكي أو أذهب إلى مدحت باشا مشان أشتري عسل على الإطلاق. أنا إن اشتقت للعسل في هذه اللحظة مجرد أن تغفو عيني لأسترضي قافلة أو سربا كبيرا من النحل. كي تنجز تلاقحا عرمرما جلالا مع كل أزهار العالم. مجرد أن أتخيل هذا الشيء أصبح يتوارد إلى لساني عسلا مصفى أشعر بحلاوته أتذوقه وأستمتع وأبتسم. هذا العسل مش إنتاج بلدي ولا صناعي ولا مزور، هذا إنتاج دماغي أنا، إنتاج فكري. دماغي قادر أن ينتج عسلا خاصا فيه أشعر بحلاوته. هلا بهذه اللحظة أنتجت ملعقتين وربع وتذوقتهما. صحة على قلبي سبحان آدم، هذا أنا. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي
قالوا لي أهاني الود عليه.